بونجور جميعا، يعطيكم العافية. بهاي الفيديو رح نحكي عن سبيشال جيودسي جي بي اس 1، رح نحكي عن شابتر 3. حكينا من قبل شابتر 1، اخذنا اوفر فيو عن الفرق بين جي ان اس اس وجي بي اس وجلوناس والى اخره، ورجعنا بشابتر 2 حكينا عن ديفرنت سيجمنت مثل سبيس سيجمنت، كنترول سيجمنت، واليوزر سيجمنت. هلا بنحكي عن شابتر 3 يلي بنشرح من خلاله شو الكوردينت سيستم يلي بنعوزهم بشغلنا بكل شيء خاصه بالجي بي اس او جي ان اس اس. هون مثل ما اوريدي حكينا شرحنا شو الجي بي اس، شو جلوناس، وشو كيف كانت الهيستوري تبعنا. بالشابتر 2 اخذنا اوفر فيو عن سبيس، شفنا الاوربت ديزاين، وشو في عندنا كابلاريان اليمنتس، وشو الماسك اليفيشن والبوكس يلي انطلقوا، إضافة للكنترول سيجمنت، وين في أنا عندي مونيتورز ستيشن بالعالم، وحكينا عن اليوزر سيجمنت مين يلي بيستعمل الجي بي اس سيرفيس أو جي ان اس اس سيستم. هلا بنحكي عن الكوردينيت سيستم بالشابتر 3. شو الفكرة عنا؟ أنا أول شيء بدي أفهم هالكوردينيت سيستم شو إلها علاقة، وأنا ليش عم بستعملها، وشو الفكرة منها. يعني أنا بأي كونتكست بكون عم بشتغل. رح نجي مثلا نشوف هون، أنا عندي بوينت معينة. طب هاي البوينت شو الكوردينتس تبعها؟ طب أوكي، الكوردينتس تبعها نسبة لأي سيستم، لأي ريفرنس إلى آخره. هودي الانفورميشن قبل ما نفوت فيهم بدنا تكون اوريدي اوير من الكوردينت سيستم، من الروتيشن، من الترانسفورميشن وكل هالاشياء. يعني مثلا انا هون رح نشوف، اذا نجي بنشوف هيدي هون، في عندي انا روتيشن معين، الارض عم تعمل روتيشن معين. طب انا كيف بدي انتقل من هيدا الريفرنس او من السيستم الاساسي للنيو سيستم اللي صار على اساسه الروتيشن؟ هي مثلا هيدا اكزامبل هون عم تشوفوا انيميتد، وهيدا انذر اكزامبل، او هيدا حتى لي توضح لنا اكثر. فارجع انا للبيز، انا في عندي هون سيستم له وفي بوينت في قلبه. طب هاي البوينتس بدي اشوف انا بغير سيستم اللي هم عامل له روتيشن. هات نبلش بسمبل اكزامبل، هون عم نحكي 2 دي. في انا عندي هيدا الماتماتيكال بروسيجر توصل لاخر للماتريكس اوف روتيشن يلي بدي اياها 3 دي. بس قبل تنجي نحن عم نحكي بالاساس هالاشياء كلها من وين اجيت وكيف عندي اياها. نجي نحن بنبلش بسمبل كيس. مثل ما عم نشوف هون، انا عندي بكل بساطة عندي هيدا الريبير ريفرنس، عندي بوينت وإلها كوردينتس X و Y. جينا طب هيدا البوينتس عندها كمان أنذر كوردينتس بغير سيستم. طب ما هي سيستم وهي سيستم في لينك بيناتهم. نجي نشوف أول شيء هيدا عامل روتيشن تتا، وبالنيو سيستم أنا في عندي البوينت M اللي هي على النيو سيستم، والبوينت L اللي هي على الأولد سيستم. اكيد هون اذا عم بحكي عم ركز بس انا على الاكس، اكيد الواي في الون ذات الفكره، بس هون تو كيب ات سمبل تنفهمها. برجع انا عندي عندي البوينت هون، عندي البوينت ان، انا هيدي كيف وين البروجكشن تبع الام عليا، وعندي البوينت كيو. هلا انا تقدر اشتغل تريجونومتريك ريليشن. بدي اجي انتبه انه انا هيدي هون كمان عندي انجل تيتا، وهون انجل تيتا، وبرجع بدي اشتغل على تريانجل او ام كيو، بدي اشتغل على البي ام ان. هون بنكون عم نشوف هالرسمه اللي عنا اياها بالكورس. طيب انا شو في عندي، كيف اشتغلت انا على هيدي الايكويشن؟ انا في عندي الاكس يلي هي من هون لهون هي equal OL equal OL يلي هي equal OQ minus OL. هون انا برجع بشوف بكل التريانجل
شوفي عندي تلاقي trigonometric equation يلي عندي اياها نفس الشيء مثل ما عم بحكي بال OMQ عندي كمان بال PMN. يعني انا هون كل الفكره منها انه عم لاقي ريليشن بين هاي الاكس بين ال OX OXY وال OX برايم وال Y برايم. هودي يلي عم شوفون هون التفاصيل يلي من خلالهم رح نوصل للماتريكس اوف روتيشن. مثلا هون شوفي عندي الاكس هي يلي هون من هون لهون هي اكس برايم تايم كوساين تيتا. شو هي الاكس برايم يلي عندي اياها؟ يلي عندي اياها انا هون، وهي الاكس برايم هي الاو ام. طيب الاو ام شو هي؟ انا عندي التيتا وعندي الاو كيو وعندي وبرجع بعدين وعندي ال وعندي هون الكيو ام. فانا صرت من خلالها بقدر جيب الاكس كلها شو بتطلع، ونفس الشيء عندي بالنسبه لل واي برايم تيتا الى اخره. هون بس يطلع عنا الاكس والواي، انا هلا بصير بدي اجيبها بالعكس. انا هون عندي الاكس ايكوال الاكس برايم والواي برايم، اكيد في عندي هون الكوساين والساين. طيب انا بدي بالعكس، بدي الاكس برايم لان هي النيو سيستم يلي انا بدي اياها. فاذا هيدي الايكويشن وهيدي الايكويشن في يحطهم بهيدي الماتريكس تحت هون مثل ما شايفين عنا. هون اذا عندي الاكس ايكوال وعندي تايم الاكس برايم والواي برايم، وهون اذا عندي بدي اخذهم بالعكس عندي الاكس برايم والواي برايم. هون بنلاحظ انه اختلف عندي انا الساين تبعهم. هلا هون بنشوف سمبل اكزامبل. الماتريكس اللي شفناها فوق هي فيها تكون كاونتر كلوك وايز او كلوك وايز، مثل ما عم نشوفوا هون اخذين اكزامبل وكانت الروتيشن 45 ديجري، وهون عم يفرجوا اذا كانت كاونتر كلوك وايز او اذا كانت كلوك وايز. هيك بنكون اخذنا فكره كيف بتصير ال 2D روتيشن. طب نحن اكيد عم نشتغل بالارز والجي بي اس سيستم، اكيد بدنا نروح على 3D. هلا فور 3D فيكون عندي انا الرايت هاند او الليفت هاند. هلا هون عم ما حكينا هيدي اذا عم نشتغل على الرايت هاند، هون اذا عم نحكي على الليفت هاند اكيد يعني يختلف معنا هو دايركشن تبع الاكس والواي. فنحن بطبيعه الحال حنشتغل على الرايت هاند. هلا بس نحكي نحن على 3D كارتيزيان كوردينيت، يعني انا بدي يكون عندي اكس واي وزي، يعني حالة نقطه موجوده هون بدي يكون عندها هي بوينت بي، بدي يكون عندها اكس واي اند بي. وهون عم نحكي هيدا الماتريكس روتيشن تبعها. هلا اللي شفناه فوق كنا مسمينه تيتا، هون اجوا عملنا مثل اكزامبل. اذا كنا عم نحكي بس على اذا عم نحكي بس على الاكس روتيشن، يعني هون اذا انا كنت عم بحكي بس عن الاكس روتيشن، هون بنشوف كل روتيشن نحوها اكس معين يكون في له الماتريكس تبعه. فهون عم بيكون عندنا روتيشن على كل الاكسس، بينما اذا كان بس على الاكس كان بيبرم بهيدي الطريقه، بس بيبرم مع الواي والزي، والاشياء اللي خاصه بالاكس بتكون فيكس، بس بيكون عم بينعمل روتيشن على اساسها. هون تا نيجي ناخذ الاشياء بشكل مبسط، كيف انا بيجي بحط الروتيشن الماتريكس روتيشن تبعي. هون يلي شفناه فوق انا عندي واي اكس واي اند زي. اذا كانت الروتيشن حوالي الاكس
انا بحط هون 1 وعلى واللي حدهم واللي تحتهم حطها 0. هيدي اسرع طريقه لتقدروا تحددون اذا كنتوا بالاكزام او شيء. بنشوف مثلا هون مثل ما قلت لكم اذا كانت الروتيشن على الاكس على الواي او على الزي. هلا بنرجع لهون كيف صاروا. هون عندي 1 0 0. هون عندي بالنص لانه عم شغل على الواي عندي هون ال1 0 0. هون بالعكس صارت ال1 بالاخر 0 0. هيدي اهين طريقه لكم اكيد unless بدكم تفوت بتفاصيل كل وحده. ديجا وانس فهمتوا ال2 دي وعملتوا له ابلكيشن على كل بلان لحاله يطلع عندكم الريزلت. فاذا انا هون صارت عندي الماتريكس اذا عندي بس على الواي هي يعني مثل هون الاكس اكس واي اند زي هذه للاوميجا مثل ما شايفين هون. بنيجي لهون جينا عم نقول طب انا مش بس عندي روتيشن حوالي الاكس والاكس والواي بس الاكس لحالها عندي الاكس والواي والزي. فانا بيجي بعتبر روتيشن حوالي الاكس هي انجل الفا حوالي الواي هي بيتا وحوالي الزي هي الواي. فانا هون عم بيكون عندي روتيشن 2 3 مجموع هودي كل الماتريكس روتيشن انا بدي اضربهم ببعض. شو بعمل؟ ملتيبليفيكيشن اور ملتيبليفاي. في عندي بعمل ها تايم ها بيطلع عندي ريزلت بعدين بعملها تايم ها. هلا نتذكر شوي نحن كيف بنعمل الماتريكس ملتيبليفيكيشن هي بهالطريقه. هون نشوف انا عندي 2 ماتريكس بدي اعمل لهم وحده تايم الثانيه بعمل ها تايم ها بلس ها تايم ها بلس ها تايم ها. هون مثل ما عم نشوف بالانيميشن نقدر نفهم اكزاكتلي او بالاحرى نتذكر اكزاكتلي كيف بتصير الماتريكس روتيشن. هون بعد ما حطيت كل شيء ايكوال كلهم زيرو عم بينشالوا تا ينعمل سمبليفيكيشن لهيدي الروتيشن. اكيد هيدي اكزامبل مش اكزاكتلي الكيس تبعنا بس هيدي ملتيبليفيكيشن لحيلا ماتريكس. فإذا بعد ما عملنا كل هودي الماتريكس تايم بعضهم طلع عنا هيدي الماتريكس. هلا بما انه نحن بس عم نعمل روتيشن معينه عم بتكون كثير صغيره وي كان كونسيدر انه كوساين لفاي هو ايكوال 1 والساين لفاي هو ايكوال فاي بالراديان. كرمال هيك هالماتريكس اوف روتيشن اللي عم تشوفوها هون بس نعم انعمل ريبليسمنت حسب هون حسب اللي طلعوا معنا هون بيطلع عنا هيدي الماتريكس المختصره كرمال على اساسها يكون نقدر نعمل كل شيء فيه خاصه بالروتيشن من سيستم لسيستم. فاذا هيك بنكون اخذنا فكره عامه انا شو عندي او كيف شو هي الكارتيزيان كوردينيت سيستم او الجيوسنتريك كوردينيت سيستم. هلا بدي انتقل على الكونفنشنال انيرسيال سيستم سي اي اس بدي اروح على الكونفنشنال تيرستريال سيستم سي تي اس. بس قبل هودي بدي نفهم الكونتكست تبعهم. انا هون وين عم بشتغل شفنا من قبل كان في عندي بال وتحكينا على الكابلاريان اليمنتس حكينا عن الليبتيكال وعن الرايت اسنشن. هون كنا عم نحكي جاست انه انا بعدني ضمن الارض بس انا هلا بدي اروح على السولار سيستم او بمعنى تاني بس نحكي نحن بالاسترونومي
احنا كيف بنفكر، مانا بس عم نحكي بالأرض سيستم. فهون كرمال هيك مضطرين نروح شوي أبعد من الأرض يلي نحن عليها تنفهم كيف عم بتصير، شو السيستم يلي عنا إياهم. فقبل كل شيء رح نشوف هيدي الانيميشن تفهم. بس انا احكي عن سلستيال سيستم شو بيكون قصدي. هون عم نشوف هيدا الاوربت يلي بتمشي حوالي الارض يلي كنا عم نسميه الليبتيكل. هون عم نشوف، طب ما انا اوكي هالليبتيكل، بس ال هيدا الارض يلي عندي انا شو، كيف الستارز اللي انا بتعاطى معهم او بعمل اوبزرفيشن كيف بيكونوا موزعين، شو الكوردينيتس تبعي. فهون في انا عندي شيء اسمه سيليستيال نور وسيليستيال ايكويتر، هن اكيد بيكونوا لاحقين الاكس اوف روتيشن تبع الارض، بيكون لاحق كمان البلان of equator تبع الأرض. فحنيجي نكمل animation تنشوف كيف نحن وين بهيدا السيستم وانا شو بدي افهم منه. هلا عم بيطلع هو الليبتيكل، هون وقت كنا عم نشوف من خلالهم الكابلاريان اليمنت. هون عم زيد انا هيدا السفير يلي بحيط بالارض يلي عندي، هو بصير هون انا بصير بدي اشتغل كمان على الكوردينيت سيستم ثاني، بدي افهم الفرق بيناتهم. هلا كمان رح نفوت بالتفاصيل اكثر. اول شغله بدي اياكم تعرفوها، انا بس كون عم بشتغل استرونومي او بهيك نوع من كالكوليشن بعتبر انه الارض ثابته، هي الارض منها ثابته اكيد، بعتبر انه الارض ثابته والباقي كله عم بدور حواليها. هون نفس الشيء اذا عم بشتغل بالاسترونومي نفس الكونسبت، اقدر اعمل كالكوليشن تبعي. وهون اذا بدي انا الحق اللو تبع نيوتن بده يكون عندي شيء عم يتحرك وشيء ثابت، ما يكون كل شيء عم يتحرك. وتنفترض وهي الهيكل الواقع كل شيء عم يتحرك بعتبره أنا ثابت والباقي عم يتحرك نسبة لإله. وافترضوا بدي أقدر أشوف هالسيستم كله اللي أنا اعتبرته ثابت بدي يكون ثابت نسبة لشيء تاني، بقدر أعمل الكالكوليشن تبعه. هون كل شيء شايفينه بالبول بدي إياكم تركزوا عليه كتير منيح، وراح يكون في عليهم أسئلة بالأساينمنت أو بالكوزس. لو اضطريتوا تروحوا على تعملوا شوية ريسيرش برات الكور كمان بيهمنا تكونوا فاهمين هودي شو هن. مثلا الانترناشنال سيليستيال ريفرنس سيستم هو الشيء اللي كنا عم نحكي عنه بالانيميشن. هلا هيدا السيستم في له اوريجين، هي الاوريجين كيف بيكون؟ هون بتكون انا عم بحكي على الباري سنتر تبع السولار سيستم. هون إذا أنا عندي هذا الصن وهذا حي البلانت، شو البالي سنتر؟ يعني كيف أنا عندي مطرح في عندي لود معين، افترضنا أنا حملت كتاب، أنا هذا الكتاب حمله بأصبعي طريقة ما يقع بده يكون على النص. طب أنا إذا حطيت لود معين بطرف معين بده يزيح هيدا النقطة، فإذا ببطل أنا عندي الماتيماتيكال سنتر بصير عندي الفيزيكال سنتر، بيكون خاصه باللود بالجاذبية بالاشياء الموجوده الى اخره. فتا شوي نفهم هيدي الخبريه راح فرجيكم هون انيميشن. هو مثل ما شايفين انا هيدي الصن، وهي اكيد هون في شويه اكزاجريشن مش هالقد، بدي اخذ البروبورشنال، واكيد هو منه سيركلر، بس هيدا حتى نفهم شو فكره الباري سنتر هيدي. او هون مثلا عم نشوف اذا عم هيدي من فوق، فاذا عم شوفها ك حاطط دغري انا وجهي على البلان وعم شوف كيف عم بصير عندي الروتيشن. هيدي الباري سنتر، وهيدي فكره الكونفنشنال
inertial system. فروح أنا على شيء تاني يلي هو ال conventional terrestrial system، وكمان برجع بقولكم كل شيء هون بالبولد كتير بهمني أمره. هون انخلق شيء اسمه ITRF، ومن خلاله انخلق شيء اسمه ITRF. شو هو ITRF؟ أو قبل هاي هون هيدا system related directly للأرض، بيشتغل على الجيو سنتر على الكارتي كأنه على الكارتيزيان كوردينيتس. وأنا بيكون عندي مثل ما نعرف عندي الأو هي الأوريجين تبع الأرض، وعندي الأكس تبع الأكسس تبع الأكس بأمريكا بجرينتش، والزي هو الأكس أوف أرض ريفولوشن أو بمحور الأرض. الاي تي ار اف شو هي؟ كانت الفكرة أنه كان أنا عندي مونيتورز ستيشن موجودين على الأرض، مونيتورز ستيشن موجودين على الأرض، وهن كانوا عم بيراقبوا لي الحركة تبع الأرض. فهون يلي عم نشوفهم هود النقط هن نقط الاي تي ار اف. أكيد هاي بهمنا كمان تعملوا ريسيرش عنا أكثر. هاي بالنسبة للكونفنشنال تيرستريال سيستم. اكيد هو هيدا كان بيست لجلوناس ولا جاليليو. هون بس تفهموا شو المقصود بالاي تي ار اف بصير فيكم اكثر تفهموا شو المقصود. هو الريفرنس تبع جاليليو مثلا كتير قريب للاي تي ار اف 2005. طيب هاو ذا تان سيستم السي تي اس والسي اي اس، شو الريليشن بيناتهم؟ أنا عندي شيء خاصه بالسولار سيستم وعندي شيء خاصه بالأور بلانت دايركتلي. شو أنا بدي أعرف؟ عندي شيء اسمه precession nutation، وعندي Earth's rotation including polar motion. هودا هلا رح فرجيكم أنيميشن نقدر من خلال نفهم شو المقصود بهود ثلاثة فينومينا يلي عم بيصيروا معنا. هو مثل ما عم نشوف هيدي الروتيشن، هيدي البريسيشن، وهيدي النوتيشن، وهيدي الفيجر يلي شفتوها فوق. لاحظوا هون الموشن تبع كل شغلة. وهلا رح فرجيكم الكاسولر سيستم بحد ذاته كيف عم بيتطبق عليه هودي الموفمنت او هودي الموشن. هون عم نشوف هيدي الموفمنت تبع الارث. اكيد بعد ناقص البرمه حوالى الاليبتيكال، وهيدا كله بيرجع سببه للجاذبية تبع الشمس وتبع المون وتبع الريفولوشن تبع الأرض. هون حابعتكم دوكيومنتري صغير بهم تحضروه كمان بساعدكم تفهموا أكثر شو هالفينومينا يلي عم يصير عنه. منروح هلا على الإليبسويدال ريفرنس سيستم. هيدا مثل ما أخدين قبل بالجيوديزي، هيدا هو أنا عندي الأرض منا ما عندي regular form لها، فأنا تقدر اشتغل جيوديزي. جينا الساينتفك ايه مخترعه smooth geometric shape يلي هو في يكون سفير للاشياء اللي معنا كتير accurate تقريبية، او الاليبسويد انا اروح على اشياء خاصة بالposition بتكون very accurate. مثل ما بنعرف الليبسويد بده يكون عنده A و B، بيكون عم بيعمل روتيشن على ال B يلي هو الماينر اكسس، وعنده اكسنتريسيتي وعنده فلاتينج. ومثل ما بنعرف اكثر سيستم مستعمل هو 3D coordinate system يلي من خلال يلي بيكون عنده longitude latitude وعنده الـ height above the reference surface اللي هي small h. هون يلي عم نشوفه هو اللي حكيناه من قبل.
هون في عنا الإكويتر الميريديان، وعلى أساس هودي بيطلع أنا عندي الكوردينس. الكوردينس في يكونوا كارتيزيان أو في يكونوا جيوغرافيك. هون يلي نحنا شايفينه أنا كيف إذا عندي اللونجيتود واللاتيتود والإتش، أو أحلى عندي اللاندا والفاي والإتش، أنا كيف طلع الإكس والواي والزي. هودي أكيد أخذينهم بالجيوديزي. وانا اذا بدي اشتغل بالعكس، طب انا عندي عندي اياهم بالعكس، كيف بقدر طلع الكوردينتس التانيين؟ وهون المفروض كلكم تعرفوا ان انا بدي بستعمل ستيروغرافيك بروجكشن، والجيش بستعمل لومبير، واكيد نحن بنقدر نستعمل كمان اي تي ام 36 او 37 يلي نحن موجودين بالزون طبعاً. وتنفهم أكثر شو كيف عم نحكي عن الزون، رح نجي نشوف هون على جوجل إيرث أنا كيف بقدر أفهم الزون. بنضوي أول شيء الجريد. هلا هون أكيد بعضه عم بيخدنا إنه هودي global coordinates او بالاحرى geographic coordinates. لاحظوا عم لاحق عم شوف انا ال A وال N يلي هي longitude وال latitude. بنروح على tools options، هون حطينا UTM universal transverse mercator. اوكي هلا شو بدنا نشوف؟ راح نشوف التقسيم تبع ال تبع الـ UTM. بنلاحظ انه هون الكرة الأرضية مقسمة زونات. هون بنروح على لبنان نشوف هيدا اللاين هي بين الـ 36 والـ 37، بما انه هي فوق الإكويتر فبتكون N North. هيدي فيما خص الـ UTM. بنروح على 3.6 يلي هي ellipsoid, geoid and geodetic datum. تنشوف هون شو الفرق بيناتهم وشو الريليشن بيناتهم. يعني انا عم بيكون هون عم نحكي تنقول الاليبسويد او يلي بنسميه geodetic datum. طيب انا هذا الجيوداتيك داتوم انا كيف شو السبيسيفيكيشن تبعه؟ راح يكون عنده من 8 ل 9 بارامتر. شو هن؟ اول شيء انا حيكون عندي الدايمنشن تبعه. تنجي نشوف هون انا عندي داتوم معين بدي انتقل من مطرح للثاني، انا شو بده يكون في عندي الدايمنشن تبعه الاي والبي. هود اثنين انا بدي ازيح هيدا الديتوم. تنشوف مثلا هون انا عملت ترانسليشن، صار عندي انا ترانسليشن على اساس الاكس والواي والزي هود ثلاثه، وعندي كمان الروتيشن حوالى الاكس والواي والزي. وبنفس الوقت انا يمكن اضطر كمان اروح على اوبشنز سكيلينج، فانا هيدا هون بكون عم بنتقل من ديتوم للثاني. هلا هون عم نحكي XYZ. طب هلا اذا بدي روح انا على الاليفيشن، طب هالحاله انا بصير مضطر او بصير بهمني بالاحرى روح انا على الفيرتيكال داتوم يلي هو الجيود جيويد. هو الجيويد منه مثل الاليبسويد، عنده ريجولر فورم او ماتماتيكال فورم، عنده فيزيكال فورم. هذا بيتاثر بال جاذبية وبالماتيريا اللي موجودة بالأرض، وكرمل هيك منلاقي إنه الأرض منا 100% مبرومة أو إليبسويد أو عندها ماتيماتيكال أو جيومتريك فورم. وهي الجيويد هو اللي بيكون الشكل الأساسي تبع الأرض. إذا بنجي نحكي الجيويد شو هو إيكي بوتنشال سيرفيس لها علاقة بالجرافيتي تبع الأرض. يعني تنجي نشوفها هون
هون مثل ما عم نشوف، انا اذا عندي هيدا السي ليفل الجيويد بيمرق معه بالضبط. يعني هون تنجي ال شوف هيدي فيجر شو عم تعطينا. انا شو عندي هون؟ عندي السي ليفل على طول او بالاجمال جيود بيمرق بالسي ليفل. هون عم نشوف التوبوغرافيك سيرفيس او الارث سيرفيس اللي هي التوبوغراف نحن بنعيش عليها، الطرقات الالتيتيود كل هودي. وهون لاحظنا جينا مرقنا الليبسويد عنده ماتماتيكال فورمولا او عنده ريجولار شيب بالاحرى، بينما هون الليبسويد ما عنده ريجولار شيب، بس هو مارق بالاوشن. هو تيوريتيكلي كاني انا عم مري الاوشن من مال لمال تيروح. هلا بنيجي نطلع، انا عندي هيدي السيرفس، لاحظ انا عندي الفيكتور تبع الالتيتيود وين جاي فيرتيكال عليا. يعني هون اذا بدكم كاني انا جيت احملت لود معين، حيلا شيء تنقل تفاحة بعمل نيوتن وكبيتها على الارض رح تنزل بدايركشن معين. هاد دايركشن بيربونديكولر عليا بيكون انا عندي السيرفس تبع الجيود. اذا انا بعمل لها ابلكيشن على كل السيرفس هون بكل مطرح يطلع عندي بيربونديكولر، هون بيربونديكولر، هون بيربونديكولر، هيك فهيك بتطلع عندي انا السيرفس. هيدي فكره عنا. واجمالا كل شيء فوق الجيود بيكون بوزيتيف، كل شيء تحته بيكون نيجاتيف. مثلا بهولندا في عندها كثير مناطق او اذا كلها او اغلبها عندها نيجاتيف اريا. تنيجي نشوف كمان انيميشن للجيود كيف شكله، رح نشوف هيدي. هون بنلاحظ انه ما في منه، هو كتير قريب ان يكون سفير او اليبسويد بس هو منه هيك. هيدي هون بنكون اخذنا فكره شو هو الجيود. هو اكثر شيء بنعوزه كرمال اتش، هيك مثل ما قلنا بنسميها اورتومتريك هايت. هلا الفرق بين الاليبسويد الهايت والاورتومتريك هايت بنسميها اندوليشن اللي هي الام. هون بنعرف الفرق بيناتهم. واجمالا في كثير جي بي اسات بيكون في بقلبها بيلد ان جيويد، بناخذ على اساس الاليفيشن لان هو الجي بي اس بيشتغل على الاليبسويد. فانا في كثير ايام بيكون محطوط بقلبه، ايام الجيويد بيكون لوكال للبلد بيكون معمول اوريدي له، او بيكون جلوبال بيكون طالع البلد باي انتربوليشن. الطرق الجرافيمتري اكيد هيدا في الى كورس لحاله، وحتى هيدا ميجر لحاله. هون مثل ما كنا عم نحكي قبل، عندي الاليبسويد، عندي الجيويد، هون عندي الاتش جاي بيربونديكولر على الاليبسويد، السمول اتش، بينما الكابيتال اتش بيربونديكولر على الجيويد، والفرق بيناتهم هي ام. هلا يمكن يجي حدا يسألني طب ما قد الفرق؟ انه حرزاني هالفرق متر مترين 10 متر، هيدا ممكن يوصل لحدود ال 100 متر. مثلا بلبنان الفرق بين الجلوبال جيود والاليبسويد اللي عم نستعمله تقريبا بحدود ال 25 26 متر، اكيد حسب كل منطقه. وهيدي اجمالا كل اذا انا عم شغل بمنطقه معينه وطلعت الاندوليشن، هيدي بتكون ماشي معي لحدود ال 2 كيلومتر راديوس. كل ما نقول 2 كيلومتر بدي اعمل ستادي للان لانه بتغير معي. وال هون مثل ما لاحظتوا قبل، انا عندي الانجل بين الاتش والاتش منه ذاته، فهيدا الفرق بنسميه ديفليكشن اوف ذا فيرتيكال. ننتقل هلا على الورد جيوديتك سيستم او WGS84، واللي كتير يلي ما في حدا بيشتغل جي بي اس الا ما سامع فيه. انا بس اجي طلع كوردينتس معينه بده يكون بيزد على شيء. فهيدا الورد جيوديتك سيستم
هو الإليبسويد يلي بيجمع كل العالم، اللي هو أقرب شيء للجلوبال غيويد. هودي البارامترز تبعهم الاكسس A والبي، عند الفلاتينج وعند الاكسنتريسيتي. هذا كيف نعمل؟ نعمل باسكت بوينتس معينين كانوا على الأرض، ونعمل له ميجرمنت على افي دوبلر. وال دبليو جي اس 84 تم تطويره شوي شوي، طي هو الشيء اللي بنسميه هلا اي تي ار اف، اللي هو كل سنه بيكون ابديتد، يعني من عندنا بال 2005 6 الى اخره، اجمالا كل سنه بنعمل له ابديت.